أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة، طقس غالبا صافي، 12 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموس 11، الرطوبة 63%، والرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 21-8، عرعر 19-8، وتبوك 20-9 درجات مئوية. نذهب الآن للمنطقة الغربية حيث تتأثر بحالة من عدم استقرار الجو، تكون فرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة من الأمطار على مدينة جدة 32-22، مدينة منورة 29-16، مكة المكرمة فرصة لزخات خفيفة من الأمطار أيضا 31-22، والطائف 23-14. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 19-12، أبها 20-10، وجازان 30-26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 24-16، حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار 23-13، الإحساء 24-13. أخيرا نحو المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس مستقر 24-14، بريدة 25-15، وحائل 23-8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.